ما هو الكويك تايم ايفنت؟ وما هي أول لعبة قدمت هذه الميزة؟ وهل كل ألعاب قدمت تجربة رائعة لكويك تايم ايفنت؟ لمعرفة أجوبة حول هذه الاستفسارات وأكثر شباب، خليكم معنا. السلام عليكم ومرحبا شباب في العدد السادس من سلسلة مصطلحات الألعاب، وموضوع حلقتنا اليوم هو كويك تايم ايفنت. كويك تايم ايفنت هي طريقة لعب يقوم فيها اللاعب بتنفيذ مجموعة من الأوامر على وحدات تحكم بعد ظهورها على الشاشة في فترة وجيزة، مما يسمح لك التحكم في شخصيتك أثناء المشاهد السينمائية. والخطأ في تنفيذ الأوامر أو عدم تنفيذها سوف تفشل في مهمتك، وغالبا ما يؤدي هذا إلى عرض مشهد الفشل أو موت شخصيتك في اللعب. أما بالنسبة لأول ظهور لكويك تايم إيفنت كان في ثمانينيات القرن الماضي، وبالتحديد في يونيو 1983 مع لعبة تدعى دراغون سلاير. ولكن بالنسبة لدراغون سلاير لا يمكن تصنيفها كلعبة فيديو مقارنة مع الألعاب تلك الفترة، وتعتبر أكثر على أنها أفلام تفاعلية، حيث تألف طريقة اللعب من مشاهدة فيديوهات رسوم متحركة والضغط على زر الصحيح الذي يظهر على الشاشة لتجنب الخسارة، وهي تمنح اللاعب وهم السيطرة فقط، لأنه خارج مشاهد الكويك تايم إيفنت لا يكون للاعب أي قدرة على تغيير أو السيطرة على مسار اللعبة. ويمكن اعتبار لعبة دراغون سلاير بمثابة مشاهدة فيلم والاستجابة كل بضعة دقائق للسماح له بالاستمرار. وبعد دراغون سلاير تحسنت قليلا كويك تايم إيفنت في الإصدارات الأخرى التي شاهدناها مثل سوبر دونك ويكس أوت ونينجا هايات، لكن ظهورها بالصورة التي نعرفها بها اليوم كان مع شانمو التي صدرت في سنة 1999 في اليابان على أجهزة دريم كاست لسيغا، وأيضا مع شانمو أو بالأخص المدير التنفيذي للعبة يو سوزوكي الذي ينسب إليه مصطلح كويك تايم كما هو موضح في دليل اللعبة. قدمت لنا شانمو العديد من المشاهد السينمائية الدرامية وأيضا العديد من مشاهد القتال التي يمكنك فيها تجنب هجمات الأعداء ومهاجمتهم عبر التفاعل مع كويك تايم إيفنت. وكانت تجربة شانمو أحد أفضل وأجمل التجارب، حيث كانت مشاهد كويك تايم إيفنت لا تؤثر على تجربة اللعب ولم تكن بالصعوبة التي تجعلك تعيد التجربة العديد من المرات ومشاهدة نفس المشاهد السينمائية الطويلة من جديد مرة أخرى. وأيضا يتحكم جهاز دريم كاست ساعدت في جعل هذه التجربة مثالية لحد ما في تلك الفترة. ولكن بعد هذه التجربة تلقى كويك تايم إيفنت كثير من الانتقادات من طرف اللاعبين والنقاد، وشاهدناه في الكثير من الألعاب ولكن لم تكن الإضافة الجيدة لطريقة اللعب، واجعل التجربة مملة في بعض الأحيان خاصة إذا كانت المشاهد السينمائية طويلة والفشل فيها يعني إعادة المحاولة من جديد، مما يجعل اللاعب يشعر بالملل ويفقد حماس والتجربة الرائعة التي يجب أن تقدمها الألعاب. ولكن مع هذا قدمت بعض الألعاب تجربة مميزة مثل Resident Evil 4، حيث أحد المشاهد المميزة والأساسية لفهم القصة كانت تحتوي على كويك تايم إيفنت، مما يجعل اللاعب يشارك في التفاعل ولا يفقد تركيزه حول سير أحداث القصة، وأفضل من أن يكون مجرد مشهد سينمائي طويل قد يرغب بعض اللاعبين في تخطيه. ولا يمكن أن ننهي حلقتنا لليوم عن كويك تايم إيفنت ونتحدث عن أحد استوديوهات المبدعة في صناعة الألعاب المبنية تماما على كويك تايم إيفنت، وهو الاستوديو الفرنسي كوانتيك دريم، والذي قدم لنا أحد أفضل العناوين بداية بهافي رين في سنة 2010 ثم بيوند تو سولز في سنة 2013 بالإضافة إلى أحد أفضل تجارب كويك تايم إيفنت مع ديترويت بيكوم هيومن في سنة 2018. وكانت تجربة كويك تايم إيفنت في هذه الألعاب تجربة رائعة، خدمت أفكار وتوجهات اللعبة وقدمت بطريقة رائعة. وفي ختام حلقتنا لليوم أحضرنا لكم شباب قائمة بثلاث أسوأ تجارب كويك تايم إيفنت في الألعاب حسب رأيي الشخصي. وفي المركز الثالث ريزنت إيفل 5 وكريس روتفيلد وهو يلكم الصخر. Thousand years later. أما بالنسبة للمركز الثاني مع لعبة سبايدر مان 3 واحد أشهر مشاهد كويك تايم إيفنت. وفي المركز الأول مع كود أدفانس وارفير. Fellow Marines and a grateful nation.
وبهذا شباب الحقنا نهاية حلقتنا لليوم. إذا نال عملنا أعجابكم نتمنى تنسونا من سبسكرايب واللايك. استودعكم الله، سلام.